محاولات هلالية متوالية، كرة ملعوبة، نواف العابد يسيطر عليها، أرضية تعود للزوري، تصطدم أوسافا يسدد، جول! برافو أسامة حوساوي، دائما ما يعود المدافعون في اللحظات الحرجة، أسامة حوساوي يعود بالهلال ويتقدم بالهدف الثاني كما عاد بالأمس مع برشلونة في اللحظات الحرجة. أسامة يعود ويتقدم الهلال بهدفين لهدف. هذه كرة مو كورة، حلوة جدا وبالعارضة وفي المرمى، 2-1. حلوة من أسامة، يا حلاوة الفرحة، انبسط، حقلك جايب جول من أحلى لمحات كرة القدم، فرحة الأهداف حتى لو جايبها ضد يعني 6